بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء إيماني جديد مع أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن صحابي كثر الكلام فيه، وأكثر السهام التي توجهت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له منها نصيب وافر، وأكثر من تكلم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه قادحا وعائبا تحدث عن هذا الصحابي الجليل. وأبناؤنا إذا علمناهم أول ما نعلمهم أن نقول لهم عن أبي هريرة رضوان الله عليه، وعاء السنة الحافظ الفقيه الذي حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا كلها، وفاز من النبي صلى الله عليه وسلم بأوفى نصيب نقله فأنار به لنا الطريق، سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضوان الله عليه. عبد الرحمن بن صخر الدوسي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح خيبر، يقول: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في قتال خيبر وقد استخلف رجلا ليؤم الناس في الصلاة، فقرأ فيما قرأ من الصلاة: ويل للمطففين. فقلت في نفسي: ما منا أحد في بلادنا في قبيلته في دوس في اليمن إلا وله مكيالان، مكيال يبيع به ومكيال يشتري به لنفسه، وهذا عين التطفيف، قل أن ينجو منهم أحد. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سر به، وكان سيدنا أبو هريرة ممن جاء إلى الله تبارك وتعالى مهاجرا ومعه أمه، فكان من أبر الناس بأمه. يقول سيدنا أبو هريرة قصا عن نفسه: وكنت فقيرا لا مال لي، فلزمت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له عريش أسماه العلماء الصفة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمونه الصفة، كان الصحابة الذين لا بيت لهم بالمدينة من الشباب يقيمون فيه، فكان سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه من أهل الصفة، وكان من شدة صبره وأنه لم يخرج حرصا على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل الناس بالبيع والشراء والتجارة والأعمال، وأراد هو أن يشتغل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يشتد عليه الجوع حتى إنه كان يربط على بطنه حجرا أو حجرين كما ذكر في الروايات. كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم، وانشغل الناس بالصفق في الأسواق وبمعايشهم، وانشغلت بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت من العلم ما لم يأخذه. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضيف هؤلاء الشباب، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأموال ومن الأغنياء، يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا ويتصدقون على أهل هذه الصفة الفقراء. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: فاشتد بي الجوع يوما، فجلست في الطريق أتعرض، فمر علي أبو بكر الصديق فسألته في مسألة والله ما أسأله فيها لعلم، وإنما سألته ليقول لي اصحبني لآكل عنده، فسألته فأجابني ومضى، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، فرأى النبي ما في وجهي فقال: قم يا أبا هريرة. وأبو هريرة هذه كنيته، لأنه لما سئل قالوا له: من أين لك هذا؟ قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ألعب بهرة في كمي وأنا أرعى غنما لقومي أو أرعى شيئا لأهلي، فقال: تعال يا أبا هريرة. فصار من يومها أبو هريرة رضوان الله عليه، والهريرة هي الهرة الصغيرة.